عندنا النتيجة للوداد في هذه اللحظة بهدف إذن يفرح أنصار الواك هنا بمدينة العيون وكذلك الذين يتابعون طوال هذه المباراة. إذن لم يتأخر رد فعل فريق الواك، وكما نتابع هدف التعادل يأتي من أقدام أجد يسجل طبعا الهدف بعدها أن ارتدت الكرة من الحارس نور الدين الصويبة يستغلها بنجاح أجد.